اليوم وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان اتفاقية شراكة مع مؤسسة أرشيف المغرب، وذلك في إطار مؤسسة الأرشيف هيئة التحكيم المستقلة. سلمنا لهذه المؤسسة أزيد من 540 علبة تتضمن أزيد من 5000 مقرر تحكيمي ووثيقة بما في ذلك الشهادات، وكل القضايا التي اشتغلت عليها هيئة التحكيم المستقلة سيتم تنظيم هذا الأرشيف وفق قانون الأرشيف، وسيكون مفتوحا أيضا حسب الأجلات المقررة في هذا الأرشيف للباحثين وللدارسين وللضحايا وللمعنيين بالأمر، وسنضمن أيضا الولوج المباشر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه الوثائق. هذه مرحلة أولى، ستليها مرحلة ثانية سنسلم فيها أرشيف نسبيا أكبر من الأرشيف المسلم هذا اليوم، ويتعلق الأمر بأرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة. إنشاء مؤسسة أرشيف المغرب وإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمؤسسة أرشيف المغرب يعني مكلفة باش تسلم لها كل الأرشيف العمومي ديال كل الوزارات وكل المؤسسات العمومية، واللي وتنظن بأن هذه إحدى العمليات الأولى. الهدف منها كذلك هو يعني باش يمكن نشجعوا كذلك ونساهموا في الحفاظ على الأرشيف العمومي المغرب، لأن الأرشيف أساسي ومركزي لكتابة التاريخ. إحدى الإشكاليات اللي شغلنا عليها في العادة يعني في مصر العادة الانتقالية هو كتابة تاريخ المغرب المعاصر، وليس هنالك كتابة يعني التاريخ فقط من الذاكرة، انطلاق من الذاكرة، لابد من الأرشيف والوثائق المكتوبة واللي تسمح بتقاطع كذلك المصادر.